صرخات بلون الدم هي تلك التي ما فتئ جرح الحرب المنسيون يطلقونها في فضاء العواصم حيث أهملوا ولم يعد يلتفت إليهم أحد. لم يشهد العالم حربا نسيت جرحاها أكثر من هذه الحرب التي تعصف باليمنيين منذ 3 أعوام. أكثر جرحى عرضة للإهمال هم الذين قاتلوا ويقاتلون ضمن هذا الطيف الواسع المساند للسلطة الشرعية والمؤيد للتحالف العربي أو ما بقي من هذا التحالف. أحدث هذه الصرخات سمع دويها في الخرطوم والقاهرة حيث يقبع الجرحى ومعظمهم منتعز في ظروف سيئة ومستوى لا يحتمل من الإهمال. هؤلاء الجرحى حالفهم الحظ فغادروا الجبهات والمستشفيات قليلة الإمكانية في تعز إلى مستشفيات خارجية، لكن حظهم يتعثر ويزداد سوءا. الجهد المبذول للعناية بالجرحى يخضع لمستوى من التصنيف غير العادل من جانب التحالف نفسه، حيث تتاح أكثر الفرص لجرحى دون غيرهم وتبعا لانتمائهم المناطقي. وذلك هو أسوأ ما يشير إلى هذه الحرب باعتبارها فضاء للموت والدمار وانعدام العدالة. دافع المحافظ على المعمر ثمنا باهظا لأنه تمكن من الحصول على منحة علاجية لأكثر من 120 من الجرحى المحاربين في تعز في مشافي تركيا أواخر العام 2016، إلى حد لم يستطع معه العودة إلى تعز لممارسة صلاحياته، ولم يتمكن من دخول ميناء المخا الواقعة في الساحل الغربي للمحافظة والتي تخضع لسلطاته الإدارية. ثمة من يصر على عدم مكافأة من قاتلوا دفاعا عن الدولة المغدورة والاستحقاق الوطني الأصيل في التغيير، فالحرب ليست من أجل هذا الاستحقاق بل من أجل محاصرة كل أمل ممكن لليمنيين في التغيير والانعتاق.